هكذا كانت ولادة منتدى تونيزين. في المنتدى هذاك تعرفنا على بعضنا الكل، خاصة يسميون لو نويو دور نتاع تونيزين، اللي هو كنا ليكتير اسيدو، اللي هو طيب معلا، عمر خيام، محمد بوريقة، وخاصة صوفي، خلطة صوفي بيكاريك من نجمش ما نذكرهاش، على خاطر هي اللي حافظت على موقع تونيزين وعلى المنتدى. ما ننساوش حسونة، رغم اللي ما عرفناش شكون هو. من بعد المنتدى كان يصير فيه دي زيشانج معناها تري فاريي من الانواع الكل، ما ثماش حتى que ce soit politique, que ce soit les différentes tendances politiques, les différentes tendances de pensée, de réflexion. Ou bien le parti deuxième de la site, c'est l'IMAG, c'est le magazine électronique de la Tunisie. Il كانت كنا نحاولوا ننشرها بطريقة régulière. بصفة منتظمة معنا. بصفة منتظمة، سامحوني. بصفة منتظمة كانت تصدر المجلة هذه، وكنا نعملوا كوميتي دو ريداكسيون، مجلس نتاع ايوه تحرير، باش نقرروا شنو ننشروا وشنو ما ننشروش. وكنا نختاروا المنشورات من احسن المساهمات في المنتدى، والا فما مساهمات خاصه نتاع الاعضاء نتاع المنتدى. في من اهم الحوايج اللي صارت في منتدى تونيزين، فما حاجه اهم ياسر اول مره تصير وقتها في منتدى، هو سميناها الكونفيرونس دو تونيزين. صارت في ماي شهر تقريبا ماي 2002، شهر ما قبل ما يتوقف زهير الله يرحمه. الكونفرنس هذه تاع تونيزين مش منتدى، كارمون سيتي كارمون كونفرنس، انا تاع نهار كامل نقاشات على دي تيم معينين، وباش نخرجوا ب اقتراحات كيفاش نجم نخرجوا بتونس من الديكتاتوريه اللي هي فيها. ناقشنا برشا حوايج، ناقشنا السياحه، ناقشنا الامور الاقتصاديه، ناقشنا الامور الثقافيه. وتحافظت الكونفرنس هذه تاع تونيزيين على السيت نتاع ريفي تونيزيان. وقتها توقف التونسي الله يرحمه، اللي اخبرني بالتوقف بالكون متوقف هو صوفي. كل نهار كنت ندخل للسيت، كما قلت لكم كنا 56.6 كيلو اوكتي بار سكوند، طريقه الدخول نتاعي من تونس كونه نعمل فما البرمجيات اللي كي اسبير جاسبيراتور دو سيت، جاسبير دو سيت، وبعد في عقلي نقراه اور كوليكسيون. أخبرتني صوفي عن طريق الياهو ماسنجر كونه تونسي توقف.